بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. سبحانك خالقي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك سبحانك، عجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا، وعجبا للقلوب كيف استأنست بسواك. سبحانك سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك، ولا عبدناك حق عبادتك، ولا ذكرناك حق ذكرك، ولا شكرناك حق شكرك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له، على سنا الشوك والمحمى من الأبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، قدر فهدى، أمات وأحيا، أضحك وأبكى، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه،
جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه، أبوه مات، وفي العديد من سني عمره أمه فارقت الحياة، جاءته نكبات بعد نكبات لم تسمع له آهات، لم تصدر عنه أنات، بل قام يدعو إلى الله بإذن الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب، أحسابنا ألواننا أموالنا أعدادنا لا شيء، التقوى هاهنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أما بعد يا عباد الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. معركة طويلة، صراع بين كفر وإيمان، بين حق وباطل، بين نور وظلام، بين خير وشر، صراع أقيم نظام الوجود عليه، بدأ منذ أن وقف الشيطان حسد في طريق آدم وذريته وأقسم بعزة الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وبدأت عملية الصراع بين جبهة الشيطان وبين حشود الرحمن، والمسيرة مستمرة، ويقتل قابيل هابيل حسدا وجشعا وبدافع من نفس أو هوى، وتراق الدماء ظلما وجورا وعدوانا، وتبدأ مسيرة الصراع، مسيرة من ظن أنها توقفت لحظة من عمر الزمن فهو واهم، ومن يعتقد بأنها ستتوقف لحظة من عمر الزمن فهو غافل، وهو لم يفقه سنن الله في الوجود، ولم يقرأ تاريخ صراع بني الإنسان ما بين كفر وإيمان،
ومن يظن متوهما بأنه قادر على أن يخرج من قلوب عدونا أحقاده وأن يخرج من نفوسهم من نفوس هؤلاء الأعداء كراهيتهم لنا فهو أحمق. واستطاعوا أن يخدعوه واستطاعوا أن يوظفوه من أجل تحقيق أهداف من التدجين والتهجين والتحييد لكثير من أبناء الأمة عن معركة الصراع حتى يصفوا الشرفاء والأنقياء والأتقياء والمرابطين والمجاهدين والمقاومين ثم يتفرغ للبقية الكثرة الكافرة السلبية الغافلة المهمشة التي تعيش على هامش خط الدائرة بعيدة عن الحدث ومفرزات الحدث. إن عدونا ما توقف لحظة عن الكيد ولن يتوقف، وما توقف لحظة عن البكر ولن يتوقف، وما توقف لحظة عن التخطيط لاستئصالنا وإبادتنا ولن يتوقف. ولكن العدو حينما يرى نبض الأمة يدب فيه الحياة، وحينما يرى جسد الأمة العملاق يتململ لصحوة ويقظة، وحينما يرى جزءا من أبناء الأمة ينتفضون وينزلون في خنادق المواجهة والمجابهة والتصدي والتحدي ويبدأون بإنزال الخسائر به عسكريا وسياسيا وفكريا وإعلاميا، حينما يرى أن بوادر حياة بدأت تدب في هذه الأمة يلجأ إلى التكتيكات البديلة وإلى الخطط الطارئة. وفي كل عصر ونصف وفي كل زمان ومكان وعلى اختلاف الأحوال والبيئات من خلال قراءاته لواقع الأمة يبدأ بوضع الخطط الجديدة والبديلة لمحاولة تخفيف خسائره ومحاولة الإجهاز على الأمة بطرق أقل خسارة وأكثر ربح بالنسبة إليه. وعلى هذا الأساس نجد أن أعداءنا لا يخفون بأن أجيال هذه الأمة كلها في بؤرة الاستهداف الأمريكي والغربي والصهيوني والإسرائيلي اليهودي. أجيالنا ليس نحن بل الأجيال القادمة صارت في بؤرة الاستهداف. بول برينكلي سياسي أمريكي مخضرم ناشط إعلامي مميز كاتب في مراكز الدراسات والأبحاث وأخطرها مركز راند للدراسات حول الشرق الأوسط، راند الأمريكية التي الآن تظهر ودها وحبها وحرصها للمسلمين. بول برينكلي يقول في إحدى دراساته الصادرة عن هذه المؤسسة بأن الأجيال الجديدة من الإرهابيين قد ولدوا فعلا، هكذا يقول بالحرف، الأجيال الجديدة من الإرهابيين قد ولدوا فعلا، وعلينا أن نتحرك بأقصى سرعة لمحاولة الإجهاز عليهم قبل أن ينشأوا ويأخذوا دورهم. من الأجيال الإرهابية التي يتحدث عنها؟ أبناؤنا، ذرارينا، الجيل الجديد من الشباب الذي رغم كل محاولات إفساده وتضليله ورغم كل محاولات إغواقه بالشهوات والملذات وما تركوا وسيلة يوصلون إلى أجيالنا من خلالها الفساد العقدي والفكري والأخلاقي والقيمي والتربوي، إلا وصنعوها إلا واخترعوها إلا وسهلوا وصولها إلى بلادنا، ومع ذلك أجيالنا تزداد صحوة وتزداد يقظة وتقبل على بيوت الله بقلوب عاشقة محبة، وملت ضجيج الماديات وعفن الشهوات ومستنقعات الملذات وبدأت تقبل على الله إقبالا عجيبا. وليس ذلك وحسب، هذه الأجيال التي عملوا على تدجينها وتهجينها وإضلالها وإفسادها ف
وجئوا بها في فلسطين تحمل حجرا ما بين عشية وضحاها، قلبت كل المعايير في الانتفاضة الاولى والثانية، ثم في انتفاضة القدس، انتفاضة الاقصى المبارك. هذه الاجيال التي عملوا على افسادها وظنوا انها انتهت فوجئوا بها في العراق تحمل السلاح بيد والأحزمة على الأجساد وتواجه العدو بكل قوته وبكل جبروته وتذيقه مر الهزيمة يوما بعد يوم وتدفعه إلى الانكفاء وإلى الالتجاء لدول الجوار من أجل حل أزمتهم وإخراجهم من ورطتهم. هذه الأجيال التي ظنوا أنهم قدروا على تذويبها في مجتمعاتهم في قلب أمريكا وأوروبا وفي الكثير من بلدان العالم فوجئوا بهم يعتزون بانتمائهم، يتميزون بالهوية والقضية، يعملون لصالح الأمة وهم في قلب شوارع نيويورك وباريس ولندن يتحركون حركة الليل والنهار لأسعى راية الله ولإفشال مخططات أعداء الله. إذن باعتقادهم واعتبارهم أن الأجيال الإرهابية الجديدة ولدت، فانطلقت مراكز الدراسات والبحث الغربية عموما والأمريكية خصوصا وعلى رأسها راند الأمريكية للقيام بسلسلة دراسات لمحاولة تطوير العالم الإسلامي ومحاولة إيجاد الخطط البديلة للإجهاز على هذا العالم قبل أن تتم يقظته وصحوته. في عام 1999 صدر عن مؤسسة راند كتاب، أي قبل أحداث 11 سبتمبر بعامين، صدر كتاب بعنوان مواجهة الإرهاب الجديد، هكذا عنوانه 153 صفحة، مواجهة الإرهاب الجديد. يتحدثون في هذا الكتاب عن إرهاب يتنامى ويتزايد في منطقة الشرق الأوسط أي العالم العربي قلب العالم الإسلامي، وأنه لابد من إيجاد ذرائع ومبررات تعطيهم صلاحية التدخل في المنطقة من أجل وضع حل لهذا التنامي للإرهاب الجديد الذي يتوالد والذي يشكل خطرا على المشروع الأمريكي وعلى المشروع الصهيوني معا. هكذا بالنص يتكلمون في عام 1999. فوجئنا بأحداث 11 سبتمبر المفبركة المفتعلة التي لا تخفى بصمات CIA والموساد وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية لا تخفى من خلال أحداثها، وأنا كنت وما زلت أجزم بأن 11 سبتمبر هي عملية أمريكية داخلية لإيجاد المبرر والذريعة من أجل أن يدخلوا في قلب ديارنا عسكريا وسياسيا وفكريا وإعلاميا، ثم يتجرأوا حتى التدخل في مناهجنا الدراسية، في أفكارنا، في تقاليدنا، في قيمنا، في أخلاقنا، بل دخلوا إلى قلب بيوتنا لإعادة صياغتها وتشكيلها. قامت هذه الدراسة بوضع ملامح الخطر الجديد وتدفع الحكومة الأمريكية والغرب عموما للتحرك السريع والتدخل المباشر في شؤون العالم العربي، بؤرة الإرهاب، قلب الإرهاب ضمن العالم الإسلامي. بعد 11 سبتمبر في عام 2004 تصدر مؤسسة راند كتابا من 500 صفحة بعنوان العالم المسلم بعد أحداث 11 سبتمبر. تتكلم الدراسة عن تقسيمات للعالم الإسلامي عبر المصطلحات التي يعرفها أبناؤنا وللأسف يعرفها المتدينون، فيتكلموا عن جغرافية للعالم الإسلامي، يقولون هناك مناطق سلفية هكذا بالاسم سلفية وهابية، هناك مناطق صوفية، هناك مناطق شيعية، هناك مناطق راديكالية، هناك مناطق علمانية. يقسمون مثلا المغرب، تونس والمغرب تماما أنها من العلمانيين، يقسمون يعطون السعودية وبعض دول الخليج لفظ الوهابية السلفية، يعطون إيران شيعية، يعطون بلاد الشام ومصر صوفية، وهكذا يجعلون خريطة للعالم الإسلامي. ليست الخطورة في التصنيف، وأتمنى أن تفهم علي ما أقول، فما أقوله خطير، ليس يهدد مصيرك وحسب، يهدد مصيرنا ومصير أجيالنا ومصير أوطاننا ومصير ديننا وعقيدتنا.
هذا ليس للسرد الفكري، هذا للوصول الى مشروع مواجهة امام هذا الخطر. مراكز دراسات عم تعمل ونحن نعيش في غفلة في بلاها. بعد التقسيم للمناطق يقولون يجب ان نعمل على اشعال ثلاث انواع من الصراعات، يجب ان نعمل على اشعال ثلاث انواع من الصراعات. الصراع الاول صراع اسلامي غربي، صراع اسلامي غربي، ونحن كلام لهم، ونحن نعلم بان العالم الاسلامي بمجموعه يعيش حالة السبات وحالة تفرق. لا بد من حدث ينبهه ويحشده ويجعله يقبل بفكرة صراع الحضارات، اي صراع الاسلام والغرب، صراع الشرق والغرب. فلا بد من اختلاق احداث تؤجج نار الغضب وتحرك جموع المسلمين الغافلة لكي يقبلوا بفكرة الصراع. طبعا يوم يقبل المسلمون بفكرة الصراع هذه، ستستطيع هذه المؤسسة الامريكية اليهودية بتجيش الغرب ثم العالم، وبالتالي هم حسب موازين القوة يعني ينتصرون، وستكون الخسارة في صفوف المسلمين والعرب. وما احداث الرسوم الكاريكاتورية التي شاهدناها المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، الهجمة على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصريحات بابا الفاتيكان في فترة من الفترات، المقالات التي تصدر بين الفينة والأخرى في بعض الجرائد والمجلات، بعض الحوارات الإعلامية على الإعلام الأمريكي والغربي، كل هذا عملية استفزاز من أجل أن تقبل الأمة بأن تدخل فكرة صراع الحضارات، صراع الشرق والغرب، ونحن خاسرون فيها لأنهم يملكون القوة وأساطيرهم في بلادنا هكذا يظنون. يقولون والصراع الثاني صراع عربي غير عربي، أي صراع عربي فارسي، صراع عربي تركي، هكذا يخططون. ولا بد أن نفهم العرب بأن هناك تآمر خفي يجمع ما بين إيران، تركيا، إسرائيل ضد العرب ومصالحهم من أجل تجيشهم ليبدأوا بفكرة الصراع العربي الفارسي أو الصراع العربي التركي تماما، المدعومان من قبل صراع عربي إسرائيلي. ثلاث، يجب أن نوجد صراع سني شيعي، أي الصراع المذهبي، ويجب أن نبدأ بهذا الأمر، أي الصراع المذهبي السني الشيعي، بأقصى سرعة ممكنة حتى لا نسمح للعالم الإسلامي أن يتوحد على الهدف الواحد أو على المصير المشترك. هكذا تقول مؤسسة راند خلاصة بحث من 500 صفحة بعنوان العالم المسلم بعد 11 سبتمبر. هذا الكلام من أراد أن يطلع عليه يدخل على الانترنت يجد كل هذه الأبحاث، على مؤسسة راند يجد كل هذه الأبحاث باللغات، والأمر صار مكشوفا وصار مفضوحا. في عام 2005 تصدر مؤسسة راند كتابا بعنوان المجتمع الإسلامي المدني الديمقراطي، المجتمع الإسلامي المدني الديمقراطي. تتحدث هذه الدراسة عن محاولة إيجاد تصنيفات للعالم الإسلامي للمسلمين، وقسمت المسلمين إلى 4 أقسام: المسلمون الأصوليون، المسلمون التقليديون، المسلمون الحداثيون، المسلمون العلمانيون، هكذا. طيب المواصفات: المسلم العلماني هو المسلم الذي لا يقبل بتطبيق الشريعة ويطالب فصل الدين عن الدولة ويقصي الدين عن نظام حياته وحركة سيره، هذا معنى هم يقولون. المسلم الحداثي هو المسلم الذي يسعى إلى إحداث تغييرات وتطويرات واجتهادات عصرية فكرية فقهية معاصرة تضرب الأصول المتفق عليها في الإسلام وتحدث حالة إرباك، وهذا ما يطلق عليه التيار التنويري الذي بدأ يتحدث عن عقائدنا ويتحدث عن ثوابتنا وعن عباداتنا ويفسرها تفسيرا جديدا يريد أن يخلخل المنظومة الإسلامية. المسلم التقليدي، تصنيفات راند هم الذين يتكلمون عنكم، المسلم التقليدي هو رجل الشارع المسلم،
يعني عموم الناس يعني نحن، رجل الشارع المسلم الذي لا يهتم سوى بأداء الصلاة وأداء الشعائر أي الفرائض، ولا يهتم بعد ذلك بشيء، يعني ما يهتم بالكلام اللي عم أقوله الآن، يعني ما يهتم بالمؤامرة الأمريكية والمؤامرة الصهيونية، ما يهتم بالأرض ولا بالعرض ولا بالمقدسات، لا يهتم بالجراح، لا يهتم بما يجري من مؤامرة شرسة على هذه الأمة واجهة، بس يركض يصلي ويخرج، يسمى المسلم التقليدي. يقولون وهذا يجب أن نربحه، وإذا استطعنا أن نثقفه ثقافة تجعله يواجه المسلم الأول اللي هو الأصولي فقط، المسلمين الأصوليين، إذا استطعنا أن نثقف رجل الشارع المسلم العادي لكي يواجه المسلم الأصولي، فإننا قطعنا نصف المرحلة لتحقيق أهدافنا. المسلم الأصولي يعني كنا نتوقع أن يقولوا أن المسلم الأصولي هو الذي مثلا يفجر نفسه في الأبرياء، يقتل الآمنين، ممكن كان نقبل منهم التعريفات. المسلم الأصولي هو اسمع، والذي لا إله إلا هو أنقل بالحرف عما يقول هؤلاء الأوغاد الكلاب الخنازير الزنادقة عنكم وعنا. المسلم الأصولي الراديكالي المتطرف الذي يجب إبادته، هذا هم يقولون هذا إبادة، هذا لا حوار معه، ننديد إما بأيدينا أو نحرض عليه المسلمون الآخرون، أي التقليدي والحداثي والعلماني. المسلم الأصولي هو الذي ما زال يقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لحكم الحياة، هو الذي ما زال يأمر المرأة بالحجاب، هو الذي لا يقبل فكرة الرفيق للأنثى بدل الزوج، يعني يصير لها صاحب وبوي فريند وخليل وما إلى ذلك، الذي لا يقبل هذه الأفكار، هو الذي يرفض مفهوم ومضمون الديمقراطية الغربية التي نسعى لترويجها في منطقة العالم العربي، ديمقراطية العراق، ديمقراطية أفغانستان، ديمقراطية فلسطين، ديمقراطية القتل والدمار والنهب وانتهاك الأعراض والسجون والمعتقلات، اللي ما يقبلها هذا مسلم أصولي وراديكالي. قال وعلينا أن نواجههم بالشكل التالي: أولا يجب أن نشجع الصحفيين والإعلاميين ورجال الدين، وهي يعني صحفي وإعلامي ماشية، لكن ونشجع رجال الدين اللي هم التقليديين يعني يحكوا عنهم قبل، نشجعهم على أن يشنوا حملة مركزة على المسلم الأصولي، المسلم الذي ما زال يقول بوجوب الجهاد وما زال يقول بحق المقاومة المشروع في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان، الأصولي الذي يرفض فكرة الانحناء والاستخذاء والانبطاح، الذي يرفض وجود اليهود في فلسطين والأمريكان في العراق، الذي يرفض هذا الزحف الشيطاني الجهنمي على أمته، الذي لا يلقي ورودا على أرتال قوات الاحتلال وهي تدوس أرضنا وتدنس ترابنا، هذا أصولي متطرف. نشجع الصحفي والإعلام ورجل الدين على أن يشنوا حملة مركزة عليه للبحث عن عيوبه وإسقاطه وتشويه سمعته، من أجل أن نبني جدارا نفسيا وفكريا بين مشروعاتهم وبين الناس حتى لا يتأثر الناس بهم. مؤامرة تعمل عمل الليل والنهار، ولكن أين الأمة منها؟ في عام 2007 نحن فيه تصدر مؤسسة فراند كتابا بعنوان ضبط الإسلام للمسلمين، هذا العام تصدر كتاب بعنوان ضبط الإسلام. ما مضمون الكتاب؟ قال اسمع اسمع كيف يتآمرون عليك وأنت في غفلة. قال لابد من أن نستعيد تجربتنا مع الشيوعية، كيف واجهنا الشيوعية في روسيا وضربناها من داخلها، يجب أن نعمل نفس الأمر مع الإسلام. لماذا؟ قال لأنه تبين لنا بأنه لا يوجد مسلم معتدل ومسلم راديكالي أي متطرف، وإنما المسلمون جميعا في سلة واحدة، ما أسهل ما يتحول المعتدل إلى متطرف حتى بعد دعمنا له، يعني تجاوب مرت عليهم. فإذا صار الإسلام الآن كله في سلة واحدة يجب عليهم ضبطه، إذا صار اللعب في الإسلام وفي المسلمين مراهنة على الأجيال القادمة،
كيف سيثبتون الإسلام؟ استحضار التجربة مع الشيوعية، وهي قال محاولة خلخلة ثوابت الإسلام من الداخل وإيجاد بنى تحتية إسلامية. تصور أن الدراسة لا تغفل ذكر موقع سعودي على الأنترنت، موقع يقوم به بعض الأولاد يحاولون من خلاله التشكيك بصحة الأحاديث التي تثبت وجوب النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موقع موجود على الأنترنت، هذا الموقع مدرج في الدراسة، ويقولون يجب علينا أن نشجع مثل هذه المواقع وأن ندعمها وأن نتواصل معهم. إذن الذين يخلخلون البنية العقدية، يضربون الأصول والثوابت في الإسلام نفسه، علينا أن نفعل ذلك. إذن يستعيدون التجربة الفكرية في مواجهة الشيوعية، إيجاد قواعد وبنى تحتية بالمال بالفلوس تماما، بالدعم بالوعود بالآمال الكاذبة، من أجل أن يحاربوا الإسلام من الداخل. اثنين، توجيه إعلام مركز على نفس منهج راديو الليبرتي الذي كان يوجه لروسيا لتشكيك الشيوعيين بشيوعيتهم، فيجب علينا أن نوجه إعلام مركز إلى العالم العربي والإسلامي. وعلى هذا يجب علينا الدعم المطلق لراديو الحرة، تلفزيون وراديو الحرة وراديو سوا، فضائية الحرة راديو سوا تابع لهم، يجب أن يدعم دعم مركز. هل تعلم يا أخي كم هي ميزانية فضائية الحرة وراديو سوا سنويا؟ كم يدفع لهم؟ كانت الميزانية 671 مليون دولار، 671 مليون دولار، زادوها هذا العام 50 مليون، يعني 4 مليار جنيه مصري. ميزانية الجزيرة والعربية، قنوات عربية يعني فضائية، كلها 50 مليون دولار في العام. الحرة لوحدها يعني في اليوم 10 مليون جنيه، تحسبها على السوري 10 مليون، الميزانية اليومية للحرة وراديو سوا وشبكة الإعلام المرتبطة بهم. لماذا كل هذا الدعم؟ لماذا كل هذا المال؟ من أجل أن يشككوك بقضاياك، بهويتك، بانتمائك، وأن تقبل فكرة حضورهم وفكرة وصولهم وفكرة استقبالهم وفكرة أن يأتوا هم لك بالخلاص. أقول هذا كله أيها الأحبة لكي أصل إلى تصريح توم تاكريندو مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا 2008، صرح في عام 2005 ثم أعاد التصريح منذ أسابيع نفس التصريح. أتدرون بماذا صرح وهو يخوض الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية؟ يقول إن من أولى أولوياتنا إذا وصل هو للحكم بأنني سأمحو مكة والمدينة بهجوم نووي. سيمحو مكة والمدينة بهجوم نووي، لأن العالم الإسلامي عالم همجي غير متطور، لا يفهم إلا سياسات الردع ومنطق القوة، هكذا نحن بمنظارهم. بعد هذا أتساءل عن أولئك الذين يصدقون فكرة الوداد والتعايش والتقارب مع اليهود أو مع الأمريكان، أعجب من هؤلاء. والآن يوم نسمع أن البارحة اخترق الطيران الإسرائيلي مجالنا وسيادتنا ودخل إلى عمق أراضينا وقام بعملية بهلوانية استعراضية، هذا كله حركة استفزاز. ما قاله الرئيس الأسد في خطابه بأن نهاية العام ستشهد أحداث ساخنة وهي التي ستحدد مصير المنطقة ومستقبل العالم، هذا كلام صحيح. عليكم أن تبدأوا باستعداد جاد، وعليكم أن تنظروا للأحداث بشكل فعلي هذه المرة. وهذا الاختراق للسيادة السورية وراءه ما وراءه، وسيعقبه عمليات استفزازية على جبهتين إسرائيلية وأمريكية في العراق. وبالتالي علينا نحن جميعا أن نبدأ بعملية تحضير واسعة، تبدأ بأن نفهم أبناءنا، أن نفهم الأمة ما قلت، أن نفهمهم حقيقة هؤلاء، كيف يخططون، كيف يقدموا الدراسات، كيف يبرمجون، كيف يسعون إلى أن إيجاد صراع فيما بيننا ثم الإجهاز علينا، حتى أجيالنا صارت إرهابية في بؤرة الاستهداف. فماذا نحن فاعلون؟ هل سنبقى في موقف المتفرج؟ هل سنبقى في موقف المشاهد الذي يرقب ما يجري على مسرح الحدث؟ أم أننا سنتقدم لأخذ دورنا الفاعل
ومن أجل إيقاظ أمتنا والنهوض بها. كلنا على دور وثغر، ومن قصر في دوره وثغره فهو خائن لدينه وأمانته وأمته. الحاكم في ثغره مسؤول، والعالم في ثغره مسؤول، والمفكر في ثغره مسؤول، ومربي الأجيال في صفه مسؤول، وضابط الجيش في السكنة مسؤول، والتاجر في اقتصاده وبناء اقتصاد مسؤول، وكلنا مسؤولون. الأب في بيته في إعداد أبنائه، في إعداد أسر تقوم على فقه المقاومة والمواجهة لهذا المشروع الزاحف علينا وعلى وجودنا. كلنا مسؤولون وكلنا على ثغر أيها السادة، وعلينا أن نتكامل في أدوارنا وأن نبني حلقة متماسكة متراصة قوية توحد الدين والسياسة والأمن والإيمان، توحدنا جميعا وتقطع الطريق عليهم لمواجهة خطرهم. ويكفي عن تريات فيما بيننا، يكفي استعراض قوة على بعضنا، يكفي بهلوانيات فيما بيننا، ونحن بحاجة أيها السادة أن نرص صفوفنا لدحر هذا العدو والتصدي له قبل فوات الأوان. إن الذي أتكلم عنه ليس صفقة تجارية يمكن أن تذهب وتأتي، إن الذي أتكلم عنه ليس متاع يقاس بالفلوس، إن الذي أتكلم عنه أرض وعرض وناموس، إن الذي أتكلم عنه كرامة ووجود وسيادة واستقلال وحرية، إن الذي أتكلم عنه أوطان ودين وحق وفضيلة وقيم، إن الذي أتكلم عنه أجيال أجيال أبناؤنا ذرارينا فلذات أكبادنا، إن الذي أتكلم عنه مصير أمة بكاملها. إذا سقطت الشام سقطت الأمة لأعوام طوال ولقرون تتوالى، إذا انحنت الشام فإذا لا قيام للأمة إلا بعد زمن طويل. الرهان علينا في أرض الشام المباركة، أرض الرباط المقدس، أرض الرجال والأبطال، الرهان علينا. ولذلك يزيدون حدة الهجمة ويزيدونها اشتعالا واستعارة، ولكن هيهات 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 هيهات. ومفتاح الشام بيد رسول الله، أعطيت مفاتيح بلاد الشام. هيهات هيهات. وملائكة الله باسطة أجنحتها فوق الشام. هيهات هيهات. والشام وعد الله ونبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرض الملاحم وأرض المحشر والمنشر. هيهات هيهات. والشام بعين الله وتحت رعايته، وإنه يعد أبناءها وأهلها، والدليل الصف المبارك من الشيب والشباب من الرجال والنساء، يزدادون إيمانا يوما بعد يوم، وإقبالا على الله يوما بعد يوم، ووقوفا في خط الواجب والمسؤولية يوما بعد يوم. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن نهاية مؤامراتهم وأن نهاية مطاف مخططاتهم وأن النهاية لزحفهم هنا على أرض الشام المباركة، فيما لو حاولوا تدنيس أرضها وترابها أرضا أو جوا أو بحرا. ألا فاستعدوا يا عباد الله ولو بالنية لكي تنالوا وسام الكرامة عند الله، ويسجل لكم أجر النية وأجر الانتماء وأجر الاستعداد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
واعلموا ان الله امركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضى يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. يا عباد الله، رمضان على الأبواب، يحل عصاتير حال عام كامل بين ظهرانينا، فأحسن استقباله بتوبة نصوح ونية صادقة وهمة عالية، واجعلوا رمضان مشفى يعالج أمراضنا النفسية والجسدية، اجعلوا رمضان جامعة نتخرج فيها بقيم الأخلاق والإيثار والتفاني والصبر والتحمل، اجعلوا رمضان سكنة عسكرية تدربكم على الصبر وعلى المرابطة وعلى التحمل وعلى الاستعداد للترك من أجل الله. فمن يترك طعامه وشرابه الحلال، من يترك زوجه الحلال، قادر على أن يترك الكثير من الحرام والشبهات من أجل الله سبحانه وتعالى. إياكم ثم إياكم أن تعود عليكم دورة رمضان بشكل تقليدي روتيني كالعادة. حاولوا أن تجعلوا رمضان بهجة جديدة ومعنى جديدة وألقا جديدة وفهما جديدة وعملا جديدة، واجعلوه شهر الاستعداد، شهر المرابطة، شهر الصبر والتحمل، شهر التكافل، شهر الحب، شهر التسامح، شهر التصالح، شهر المصافحة، شهر التماهي والتعاون على البر والتقوى وإنهاء النزاعات والخصومات وصلة الأرحام، وأن نعيد للقيمة والفضيلة والأخلاق مكانها. اجعلوا رمضان كذلك. وأنا دائما أحدثكم من أجل أن تحرر النية، فإذا نويت أعانك الله. انوي ولو ما كنت تملك هذه القوة والإرادة، قل يا رب نويت فأعني. إذا علم منك صدق النية جعلك رمضان حقيقة شهر للرحمات والمغفرات والتكافل والمغفرة والعطاء والعتق من النار، ففي رمضان يطفئ لنا نار الدنيا نار أعدائنا ويطفئ لنا نار الآخرة إن شاء الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ظهير اللاجئين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا صريخ المكروبين يا معين العاجزين يا دليل الحائرين يا أمل المذنبين يا أمل المذنبين يا أمل المذنبين يا أمل المذنبين يا غاية الراجين يا حبيب الصادقين يا محبوب المخلصين يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا غافر كل خطية يا صارف كل بلية. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ولا يبام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا. يا الله يا الله يا الله يا من لا يرد السائل ولا يخيب للعبد وسائلا، رفعنا إليك أكف الضراع وقفنا بين يديك بأبدان عابدة وجباح ساجدة وأعين من خشيتك دامعة وألسنة لك ذاكرة وقلوب منك وجلة وإليك مشتاقة. فلا تردنا عن بابك يا رب، لا تحرمنا بذنوبنا يا رب، وعزتك وجلالك لن نبرح بابك حتى تصلح عوجنا وتقبلنا على عيبنا ونقصاننا. نعلم أننا لسنا أهلا للدعاء، ولكننا نوقن أنك أهل للإجابة. يا رب، كم عاهدناك ثم نقضنا، وكم وعدناك ثم أخلفنا. يا رب، سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخي علينا، بحبل من نستعصم انقطعت عنا حبالك. إلى أي باب نلجأ إن رددت دوننا أبوابك؟ يا رب، أغلقت الملوك أبوابها وأوقفت الوزراء حجابها،
ونصبت الناس حرابها ولم يبق إلا بابك مفتوحا للسائلين. فكن لعبادك الضعفاء الفقراء المساكين ببابك يا الله، منطرحون على أعتابك يا الله. يا رب هب طالحنا لصالحنا، هب مقصرنا لعاملنا، هب مسيانا لمحسننا، هبنا جميعا إلى سعة رحمتك وعفوك يا قيوم السماوات والأراضين، يا من نأمرك بين الكاف والنون. يا رب كل إخواننا المستضعفين في العراق وفلسطين، كلهم في كل أرض يظلم فيها عبادك ويظلم فيها دينك، يا رب ما عاد لهم سواك. اللهم سدد رميهم، صن أعراضهم، احقن دماءهم، احفظ أرواحهم. اللهم يا رب ارزقهم أمدادك الخفية الجلية، لاحظهم بأنظار عنايتك، سورهم بسياج رعايتك، انصرهم على عدوهم واجعلهم ظاهرين ولعدوهم قاهرين. يا الله رد عن بلادنا الكيد والمكر، رد عنا عدونا الزاحف إلى أرضنا، اجعل الشام في أمن وأمان، اجعل الشام في سعادة واطمئنان، اجمع كلمة حاكمها ومحكومها، وحد صفوف أبنائها. اللهم واجعلنا جميعا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا الله. أصلح الراعي والرعية، أصلح الراعي والرعية، هيئ لراعينا بطانة صالحة تحضه على الخير وتزينه له، وأمده بأعوان صلحاء أتقياء أنقياء يجعلون مصلحة البلاد والعباد على أولى أولوياتهم. يا الله يا رباه بلغنا رمضان بتوبة نصوح، اجعل أول رمضان لنا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وإن كتبت علينا انتهاء الأجل قبل أن نبلغ رمضان فاختمها بتوبة على لا إله إلا الله، وأخرجنا منها على التوحيد الكامل يا رباه. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.